هو احنا عايزين في الاول نقول ان اورام الثدي هي اكتر الاورام انتشارا بين السيدات، يعني في نسبه تقريبا واحد كل 8 او كل 10 بيجي لهم. النسبه دي طبعا اقل كتير في الرجال، يعني كل 100 حاله عندها سرطان بنلاقي 99 ست وفي راجل واحد. اوكي تمام. طبعا كل ما كانت المشكله زياده لازم ان احنا نعمل لها حاجه اسمها سكرينينج او كشف مبكر، ده اساس. كل ما كان العدد زياده هنقدر نعمل اكتشاف كويس، نقدر نشخص بدري، نقدر نوصل لنتائج كويسه. انا حابب طبعا، هو الموضوع فيه كلام كتير جدا. الاول ممكن نتكلم على اسبابه او ايه هي العوامل المؤديه لسرطان الثدي، وايه هي اعراضه اللي احنا نخاف منها. نتكلم على الاسباب. هو طبعا اعلى ريسك فاكتور ان انت تكوني ست، لان زي ما بقول لحضرتك السيدات معرضين اكتر كتير جدا اكتر عرضه لاورام الثدي. مظبوط. تاني حاجه، كل ما زاد السن كل ما زادت فرصه ان يجي ورم في الثدي. في حاجات تانية بنقول عليها العوامل المؤدية، مع ان احنا شفنا اختلافات كتير. يعني يقولوا ايه لو في ست جالها البيريود بدري قوي، او استمرت معاها السن متأخر قوي، دي من العوامل. في حاجات تانية يقولوا الست اللي هي ما اتجوزتش، او اتجوزت وما خلفتش، او خلفت وما حصلش رضاعة طبيعية، كل دي عوامل تساعد على كده. في حاجات تانية في ده شكل سرطان الثدي يا دكتور. هو ده الجزء ده، يعني في حته كده الجزء الابيض ده، ده الورم. كتله في الثدي بنشك فيها، فممكن تظهر معانا في الاشعه وكده. فلو شكينا فيها سواء بالفحص الاكلينيكي او مع الاشعه، بنبتدي ندخل على الخطوه الثانيه اللي هو التحليل الباثولوجي. ناخد منها عينه نعرف هي ايه. فطبعا لو لقينا في كتله في الثدي مختلفه، سواء في اللون، في الملمس، في الثدي، بنبتدي نشك فيها. وبالذات لو الكتله دي بتزيد بسرعه، ما بتتحركش كويس معانا، لو هي كتله متحركه وما بتقلبش وتلاقيها بتمشي معانا بسرعه كده، ممكن يكون ورم ليفي. اوكي. الليفي اللي هو الحميد، مش كده؟ ده حميد. مش كل كتله في الثدي تبقى ورم حميد. اوكي. ليه كريتيريا معينه. يعني لو جينا نقول اعراضه، الست امتى تخاف؟ لو حصل تغير في شكل الثدي عن الطبيعي او المألوف. ازاي؟ لا بليز يا دكتور، عايزه الاول العوامل كلها اللي ممكن تؤدي ان اي سيده تصاب باورام الثدي. هو العوامل تقريبا اللي احنا قلناها او الاسباب. في حاجات تانية لو غير بقى، فيه مشكله في الجينات نفسها. تمام. يعني احنا قلنا العوامل اللي فاتت دي كده غالبا دي اغلب الاسباب. وفي حاجه خلل في حاجه اسمها باركا جين. ده لو في مشكله تبقى الست عرضه ان هو يجي لها ورم في الثدي او في المبايض. تمام.